بلد راسي. وبالك عم بيرن. الو، ليش ما عم بترد علي؟ صار لي ساعة عم بدق لك. ما سمعت. لا تروح معني هلا حالكم، الله يخليك. ما بدي اياك تضل معي يا مهند. اذا بتريد. الو، عم تسمعني؟ سمعتك. خلينا نطلع كلياتنا سوا، او لا تطلعوا بنوق، بس لا تضل معي لحالك، الله يخليك. سمر، نهال عم تتصل، رح سكر. اي نهال، وين صرتوا؟ هلا طلعنا من عند الحلاق وراجعين. خفوها شوي. يلا نحن على الطريق. مليت لحالي. خلص علبة البرفان لمهند. يا بر قلبي. مدموزيل، أنا تدربت على معزوفة جديدة، حابة أسمعك إياها. حلو كتير. منروح هلا؟ يا ريت. أنا رايحة أسمع المعزوفة الجديدة، عن إذنكم. إيه، شو رح نساوي اليوم؟ ما بعرف. برأيي بس يرجع الشباب منقرر شو نساوي مع بعض. نهال ومهند رح يطلعوا لحالهم. ونحن منطلع معه مشان نقعد كلياتنا سوا. ما بيصير، لأنه المخطوبين لازم يضلوا مع بعضهم، هذا حقهم. طبعا. عن جد تدربتي مبارح؟ مبارح بالليل عزف لي مهند على البيانو. يا سلام، حلو. عزف لك سيرينات؟ وبعدين باسني. بس كتير صغيرة، ما فيني اعتبرها شي، كانت بريئة وحلوة، يعني ما كانت بوسة حقيقية. هو لسه عم بيعاملني كأني بنت صغيرة، مو كأني خطيبته. بس انتو انخطبتوا. عم بيقلي في معنا وقت لكل شي، ما في داعي نستعجل بنوب. فيني أقول كلامه مزبوط، بس كأنه كتير حذر معي. ما بعرف، بجوز يكون عم بيتهيأ لي. بصراحة مجرد وجودي جنبه عم يخليني أتوتر. حبيبتي، بكفيني يكون جنبي. في قدامكن أيام حلوة كتير. خلص بقى، اتركي مخاوفك على جنب، حاولي تتمتعي بهالأيام. طالما نحن قاعدين بالبيت، رح انزل شوي على الورشة واشتغل. طيب. ليش، لوين كانوا رايحين؟ هلأ بتشوفي، في مفاجأة. سهيلة، كاتيا لسه ما رجعت؟ لسه ما رجعت يا خانو. بوصي لفريد عني. بطلت روح لعند بيسان، اتفقت أنا وجوليا نلتقي مع بعض. أهلا وسهلا. ها؟ أهلين، وينو مراد؟ تدام. صالح بجنن.
عن جد عم تحكي؟ طالع كتير حلو يا بابا، لا تمسخر. بتجنن، وأنا كتير عجبني. وأنا كمان. والله لا بقلك. يلا أنا تأخرت بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. بابا حكي عن جد طالع حلو؟ عن جد كتير حلو. لوين عمو؟ بدي اروح على الورشة شوي. ونحن طالعين فورا مع مهند. هلا؟ اي يلا. سهيلة ممكن تجيبي لي شنطتي من فوق اذا بتريدي؟ فكرا. خاطركم. مع السلامة. وانا بدي اروح معك على الورشة. انت على البيانو، يلا لنشوف. يلا روح. امبارح انا ونايم صوت البيانو بأدني، فكرت اني عم بحلم. Thank you.